بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية. في هذه الفقرة إن شاء الله سنستمر مع ميشيل لونغو، الكاتبة والصحفية صاحبة موقع ريوسير مافي، حول موضوع كومون أمليوري سون إكسبرسيون إكريت، إذا كيفية تطوير تعبيره الكتابي. المقصود كيفية تطوير الشخص تعبيره الكتابي. طبعا تطرقنا فيما سبق لسؤال الكاتبة alors que faire pour se débloquer، إذن كيفية ما العمل من أجل التخلص من العرقلة. طبعا نتحدث عن وضعية الشخص الطالب التلميذ أمام الورقة طبعا، وهو يفكر في موضوع ما طبعا يريد أن ينطلق فيه. إذن كما ذكرنا فيما سابق، لكي نتكلم أولا عن تقدم يجب أن يكون هذا الشخص قد بدأ في الكتابة. المقصود أنك كلما نظرت إليه تجده يكتب، المقصود بأنه تأتيه أفكار وعبارات وجمل ثم هو يدونها. إذن هو على الأقل تأتيه أفكار، بعد هذا ننظر في قيمة ما يكتبه. لكي يكون هناك تقدم في موضوع ما يجب أن تكون هناك أولا كتابة واستمرار في الكتابة وتتابع هذه الكتابة. إذن بعدها ننظر كما قلنا في قيمة هذه الكتابة. طبعا من السؤال alors que faire pour se débloquer، إذن هذا يعني بأن ليس كل الناس، ليس كل الأشخاص، ليس كل الطلبة أنهم بمجرد أن يطرح عليهم الموضوع مثلا أنهم يبدأون في الكتابة ثم تتتابع الأفكار لديهم. ليس كل الأشخاص هكذا، هناك من يطرح عليه الموضوع فيجد نفسه غير قادر على البداية ولا يعرف رأس الخيط ولا يعرف بداية الخيط حتى يستأنف هذه الكتابة. إذن هنا من أجل هذا الأمر هذا لابد للشخص أن يكتب طبعا كل ما يأتي في ذهنه من أفكار، وعندما يكون هو منشغل بالكتابة طبعا في حالات كثيرة أن الإنسان يتذكر أشياء غابت عنه في البداية، إذن طبعا فيبدأ يدونها ثم أنها تأتيه أفكار أخرى فيدونها وهكذا حتى يجد نفسه في الموضوع. طبعا عندما يكتب هذا الطالب أو هذا الشخص طبعا حول الموضوع كلمات أو عبارات تأتيه طبعا، فهذا الأمر هو في محاولة لكي يغوص في الموضوع. الكاتبة هنا تشبه وفرة الأفكار بعد تطبيق الطريقة كصنبور يفتح، كفتح صنبور. تقول كاتبة هنا une façon d'éviter l'obstacle، إذن واحدة من الطرق، une façon كما نقول طريقة، une façon كما نقول طريقة d'éviter l'obstacle لتجنب العائق. عندما نجد أنفسنا أمام عائق طبعا عن الكتابة، عندما نجد أنفسنا غير قادرين على الكتابة طبعا، أو أن هذا يتطلب منا مجهودا ووقتا، إذن غالبا نلجأ إلى النسخ واللصق، غالبا نلجأ إلى النسخ واللصق. إذن هذه طريقة لتجنب العائق كما تقول كاتبة هنا إن فاسون دي فيتي لوبستاكل، إذن كما لو نقول طريقة لتجنب العائق أو كما لو نقول واحدة من الطرق لتجنب العائق سي دو فير دي كوبي كولي، هو أن تفعل نسخ ولصق، نسخ ولصق. On se sécurise طبعا sécuriser المقصود به أنك تؤمن، sécuriser يعني أنك تؤمن، هنا عندنا le verbe se sécuriser يعني أنك تؤمن نفسك. On se sécurise يعني أننا نؤمن أنفسنا en copiant des textes ou des extraits de lettres trouvés sur internet ou empruntés à quelqu'un d'autre. On se sécurise يعني أننا نؤمن أنفسنا en copiant des textes en copiant des textes ناسخين نصوصا أو des extraits de lettres أو نسخا من الرسائل، يعني أننا نأخذ نسخة، يعني أننا ننسخ نسخة من رسالة trouvée sur internet نجدها على الانترنت أو emprunté أو أننا نستعيرها، أننا نقترضها كما نقول à quelqu'un d'autre من أحد آخر، المقصود من شخص آخر. le problème المشكلة هنا،
لو بروبليم المشكله اون دوغ دو لاسبي تريشري دوغ المقصود بها خارج اون دوغ كما نقول في الخارج او في الهواء الطلق مثلا اون دوغ هنا عندنا اون دوغ دو لاسبي تريشري يعني خارجا عن وجه الغش يعني كما نقول بغض النظر عن جانب الغش في هذه المسألة هنا كما نقول بغض النظر عن جانب الغش في هذه المسألة يعني أنك تنسخ عمل شخص آخر ثم تنسبه لنفسك إذن هذا أمر في غش إذن هذا العمل في غش لا محالة ولكن هنا ليس المشكلة هنا فقط لو بروبليم المشكلة اون دور دو لاسبي تريشري يعني خارج وجه الغش المقصود بغض النظر من هاد الوجهة من وجهة الغش سي كو سولا هو أن هذا المقصود هو أن هذا العمل أنك تقوم بعملية كوبي كولي يعني أنك تنسخ وتلصق أنك تنسخ عمل شخص ثم تلصقه عندك إذن لو بروبليم اون دور دو لاسبي تريشري سي كو سولا امباش دو ريفليشير بيرسونيلمون هو ان هذا يمنع من التفكير شخصيا عندما تنسخ افكار وعندما تنسخ نصا ثم تلصقها بدون تفكير فيها اذا هذا اصلا يمنع فكرك من التدرب على الفكر هذا يمنع عقلك من التدرب على ان يفكر هذا العمل يمنعك من فرصة التفكير يعني هذا هو المشكل بعيدا عن مسألة الغش لو بروبليم اون دور دو لاسبي تريشري سي كو سولا امباش دو ريفليشير بيرسونيلمون لو تيكست باري كوريكت عندما تقوم بالنسخ واللصق لو تيكست باري كوريكت يعني ان النص يبدو صائبا وبدون اخطاء لو تيكست باري كوريكت يعني ان النص يبدو بدون اخطاء صحيحا Mais elle n'exprime pas exactement ce que vous voulez dire. Mais elle n'exprime pas exactement ce que vous voulez dire. ولكن هو لا يعبر بشكل مضبوط عما تريد قوله. إذا النص في الغالب يكون صحيح من حيث المبنى والتركيب، لكنه في الحقيقة لا يعكس ما تريد قوله بشكل صحيح. لماذا؟ لأن كل شخص طبعا له شخصيته وعنده إحساسه وعنده تكوينه إذن كما قلنا هنا لو تيكست باغي كوريكت ما إل نيكسبريم با إكزاكتومون سو كو فو فولي دير إذن النص يبدو صحيحا ولكن لا يعبر بشكل مضبوط عما تريد قوله باغ إكزامبل كمثال إنورميمون دو كونديدا الكثير من المترشحين ألومبل وأنفوا دي لتر دو موتيفاسيون كوبيي سور دي موديل énormément de candidats الكثير من المترشحين à l'emploi في العمل à l'emploi في العمل envoie des lettres de motivation يعني انهم يرسلون رسائل تحفيز copiées sur des modèles منقوله من نماذج هاد المترشحين طبعا ينسخون رسائل تحفيز من نماذج لهذه الرسائل par exemple كمثال énormément de candidats à l'emploi envoie des lettres de motivation copiées sur des modèles. Au lieu de se demander عوض التساؤل المقصود عوض أن يتساءل هؤلاء المترشحون Au lieu de se demander بدل التساؤل المقصود بدل أن يتساءل المترشحون Au lieu de se demander ce qu'il aurait pu dire de plus personnel. إذن بدل التساؤل عما كان يمكن قوله عن الأكثر شخصية طبعا أنت كمترشح أخذت رسالة ثم نسختها وأرسلتها هذه الرسالة تتحدث عن شخص آخر يعبر عن نفسه وعن شخصيته طبعا أنت عندما تنقلها وترسلها فأنت أرسلت يعني ما يتحدث عن الشخص الآخر ولم تتطرق إلى شخصيتك ولم تكتب عن شخصيتك بشكل أكبر. énormément de candidats à l'emploi envoient des lettres de motivation copiées sur des modèles au lieu de se demander ce qu'ils auraient pu dire de plus personnel.
العديد من المترشحين للعمل énormément de candidats à l'emploi envoient des lettres de motivation. يرسلون رسائل تحفيز copiées sur des modèles. ان منقولة من نماذج منقولة من رسائل اخرى. au lieu de se demander بدل ان يتساءلوا بدل ان يسالوا انفسهم هؤلاء المترشحون au lieu de se demander بدل التساؤل ce qu'il aurait pu dire ماذا كان عليهم أن يقولوا؟ طبعا في هذه الرسائل التي كان عليهم أن يكتبوها de plus personnel من الأكثر شخصية كما نقول المقصودون أنهم عندما نقلوا هذه الرسائل ثم أرسلوها هذه الرسائل تعبر عن أشخاص آخرين كان من الممكن كتابة رسائل أخرى تذكر فيها أشياء لا تخص الأشخاص الآخرين إذن كان من الممكن لهؤلاء المترشحين أن يكتبوا أشياء أخرى غير هذه المكتوبة في هذه الرسائل التي نقلوا منها طبعا حتى تعبر عنهم حتى تعبر الرسالة عن ذاتهم بشكل أكبر حتى تعبر الرسالة عن ذات المترشحين بشكل أكبر دو بلي بيرسونيل كما نقول أكثر ذاتية أو الأكثر شخصية متعلقة بشخصهم با مال ديتوديون أسي إذن عندنا بامال بامال طبعا مال المقصود بها شر طبعا عادة مال تعني مرض علة ألام تعني أسى تعني شر إلى آخره تعني ضرر طبعا كلمة مال هنا تعني القلة بامال ليس قليلا ليس قليلا إذن مال تفيد هنا القلة بامال دي تيديون كما نقول ليس قليلا من الطلبة المقصود هنا هناك طلبة لا بأس بهم نتكلم عن العدد أسي أيضا أسي أيضا كوبي كول ينسخون ثم يلصقون إذا نتكلم هنا عن عدد من الطلبة لا بأس به كما تذكر الكاتبة أنهم ينسخون ويلصقون كوبي كول ديز إكستخي دو رابور دو ستاج ديز إكستخي دو رابور دو ستاج copy call des extraits de rapport de stage يعني انهم ينسخون ويلصقون des extraits de rapport de stage نسخا او مقتطفات من تقارير التدريب ils rendent un texte qui risque d'être stéréotypé et dont ils ne comprennent pas toujours tout ils rendent طبعا عندنا لو فيرب rendre يعني ارجع اذا كانهم اخذوا شيئا فارجعوه يعني انهم لم ينتجوا هاد التعابير إذن هم أخذوا مقتطفات ثم أنهم سيرجعونها في رسائل لهم إذن إلغون دان تكست يعني أنهم يرجعون نصا كي ريسك داتر ستيريوتيبي الذي يكاد أن يكون ستيريوتيبي يعني أنه جاهز كما نقول وجامد إذن كما نتكلم عن مقتطف من نص غير متحرك ستيريوتيبي يعني أنه جاهز وغير متحرك نتكلم عن نص ينقل كما هو كما لو أنه آية منصورة هذا هو المقصود كما لو أنه لا يجوز تغييره ولا التغيير فيه il rend هنا الكاتبة لم تقول il envoie يعني هم يرسلون بل فضلت le verbe rendre يعني فعل أرجع يعني هم أخذوا شيئا ليس لهم ثم أعادوا هذا الشيء كما لو أنهم أخذوه من شخص ثم يعيده له كما لو أنهم أخذوا شيئا من شخص ثم يعيدون هذا الشيء إلى هذا الشخص المترشحون في غالب الأمر أخذوا العبارات من شبكة الأنترنت ثم أنهم أرسلوا رسائلهم عبر هذه الشبكة إذن كأنهم أعادوا ما أخذوا ils rendent un texte يعني أنهم يرجعون نصا ils rendent un texte qui risque d'être stéréotypé يعني أنهم يعيدون ويرجعون نصا يكاد يكون جامدا وجاهزا والذي لا يفهمون فيه دائما الكل والذي لا يفهمون فيه دائما الكل المقصود أنهم لا يفهمون دائما ما به يعني أنهم يظنون المقصود بآمن أو صدق أو اعتقد أو ظن Ils croient gagner du temps يعني أنهم يعتقدون بأنهم يربحون الوقت
Mais cela les empêche de réfléchir par eux-mêmes. ولكن هذا يمنعهم من التفكير par eux-mêmes بهم هم أنفسهم. يعني أن يكون التفكير صادر منهم. إذن ils croient gagner du temps. يعني أنهم يعتقدون بأنهم يربحون الوقت. Mais cela les empêche. ولكن هذا يمنعهم. المقصود أن هذا يمنع المترشحين أو الطلبة مثلا de réfléchir من التفكير par eux-mêmes منهم هم أن يفكرهم أنفسهم أن يكون التفكير نابع منهم أنفسهم ils perdent وهم يخسرون ils perdent finalement une occasion de progresser à l'écrit ils perdent finalement une occasion de progresser à l'écrit ils perdent وهم يخسرون عدنا لو verbe perdre عدنا لو verbe perdre c'est le verbe perdre يعني فعل خسر أو فقد إذن ils perdent finalement يعني في النهاية une occasion يعني فرصة ويخسرون في النهاية فرصة de progresser à l'écrit للتقدم في الكتابة ils perdent finalement une occasion de progresser à l'écrit وهم يفقدون في النهاية فرصة التقدم في الكتابة تقول الكاتبة هنا بأن مناسبة كتابة رسالة تحفيزية مثلا بدل نسخ نصوص جاهزة إذن كتابة رسالة تحفيزية من ذات الشخص وتعبيرا عن نفسية الشخص وبالشخص نفسه إذن هي مناسبة من أجل التقدم في الكتابة إذن هذا يعتبر تمرين للشخص لكي يوطد أفكاره ويمرن ذاكرته طبعا لكي يختبر ذاكرته ويكتسب أفكار جديدة إذن حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.